بما ان احنا بنتكلم مع حضراتكم النهارده على الانتصارات، الحقيقه النهارده كان في انتصار جديد لمصر في مجال مختلف. دايما بنتكلم على تمكين المراه، وهذا الملف من الملفات الاساسيه والمهمه جدا جدا بالنسبه للقياده السياسيه وبالنسبه طبعا لمصر وللمراه المصريه. النهارده اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحده بالاجماع انتخاب مصر لعضويه كل من لجنه وضعيه المراه للاعوام من عام 2022 وحتى 2026، وايضا المجلس التنفيذي لهيئه الامم المتحده للمراه للاعوام من 2022 وحتى 2025، وذلك كممثل للمجموعه الافريقيه. بالتاكيد ده انتصار جديد لمصر نفخر به كمصريين وتحديدا كمصريات. ولازم تكون معنا الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه. دكتوره مايا مساء الخير. مساء النور يا جاسي، وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير يا رب. كل سنه وحضرتك دايما طيبه، مثال رائع ونموذج نفتخر به كمصريين ومصريات في كل المحافل المصريه والعربيه وايضا الدوليه، ان حضرتك على راس مؤسسه كبيره كده بتقوم بدور مهم جدا لتمكين المراه. احكي لنا عن هذا الانجاز النهارده، عن هذا الانتصار لمصر، كيف وصلنا لهذه المكانه؟ يعني انا النهارده يعني كلمه انتصار دي كلمه حقيقي بتعبر عن اللي انا يعني حاسه بيه كمان يا جاسي. اولا بشكر وزاره الخارجيه على العمل المحترم لغايه ما وصلنا، لان دي كانت انتخابات، لغايه ما وصلنا ان احنا ناخد مقعد في اللجنه ومقعد في هيئه الامم المتحده او المجلس التنفيذي للامم المتحده. ده مجهود كبير جدا تشكر عليه وزاره الخارجيه المصريه والبعثه المصريه في نيويورك. لجنه الامم المتحده موجوده من 1946، موجوده دي من اهم لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحده، فيها بيشكل من 45 دوله، بتتغير الدول الاعضاء وبيحصل انتخابات عليها. اللجنه دي هي اللي بتجتمع كل عام عشان تقر سياسات خاصه بتمكين المراه على مستوى العالم، تتابع ايه اللي بيحصل في كل دوله، وبتحط من حقها تحط اتفاقيات جديده او اعلانات جديده، وبتؤكد طبعا على الالتزام السياسي اللي موجود في كل دوله. فدي لجنه مهمه جدا، هي العصب اللي موجود في قلب الامم المتحده والخاص بالمراه، وتواجدنا على للمره الثانيه. يعني حصل في فتره 2014 وخلصنا الترم بتاعنا وخرجنا، والمره دي داخلين مره ثانيه في المقعد المجموعة الإفريقية. فبإذن الله نشتغل على هذا الملف أكثر، ووصلنا للمقاعد الدولية دي في اللجان المهمة. يعني أمر صراحة بيدعو للفخر. إحنا بنشتغل على المستوى الوطني الحمد لله في يعني في أحسن صور، وعلى المستوى الإقليمي، على المستوى التجمع الدول الإسلامية والأمم المتحدة كمان. فيعني ملف المرأة بيزدهر الحمد لله الحمد لله، لأن في إرادة سياسية يعني داعمة، مش بس مقتنعة ولا يعني داعمة، ومصدقة في المرأة المصرية جدا، وعارفة إن المرأة المصرية تقدر تعمل حاجات كتير قوي قوي وتصل لكل المجالات. وكده احلامنا جاسي وانت عارفه كده كويس ملهاش سقف، يعني ملهاش سقف، لان الاراده السياسيه هي جزء لا يتجزا من تخصيص الملف السياسي للمراه على مستوى العالم. مش طبعا مش يعني ملفات المراه ما بتتحركش في العالم الا لما تكون في اراده بتساند في ده. الهيئه الامم المتحده للمراه دي بقى لاول مره ندخل فيها في المجلس التنفيذي او زي مجلس الاداره بتاع الهيئه. مصر شاركت في صياغه اهداف الهيئه الامم المتحده من 2006، واقرت هذه الهيئه في 2010 وبدات العمل بتاعها في 2011، وبدانا نشتغل وحصل طبعا الثورات في مصر. النهارده احنا داخلين في المجلس التنفيذي جهاز احنا اشتغلنا على انشائه، وان شاء الله نشتغل على يعني العمل في تمثيل المجموعه الافريقيه. هو اهم جهاز ايضا للمراه في الامم المتحده، هو اللي بيحط برامج بقى، بننزل من مستوى السياسات للبرامج، وبيقر البرامج في كل الدول. بيبقى دورنا نوافق على البرنامج الاساسي الدولي، وبعدين الملفات الاقليميه المختلفه. احنا من واحده من الدول العشره اللي في المجموعه الافريقيه، فده كمان بصراحه انجاز كبير جدا جدا نشكر عليه الخارجيه المصريه، ان نجحنا
نحتل هذه الأماكن الحمد لله. هل في كان في نوع من أنواع التحديات علشان مصر يعني توصل للمكانة دي أو يعني تحصل على المقعدين دول في الأمم المتحدة؟ طبعا بصي جاسي، لو احنا ملفاتنا مش كويسه في تمكين المراه ولا في مصداقيه في العمل، هتاخدي المقاعد دي ازاي؟ لازم يكون عندك ملفك قوي عشان تنافسي، لازم تكوني من الدول اللي ملفها قوي في هذه الموضوعات، ويكون عندك رؤيه سياسيه واضحه، يكون عندك نهج ماشيين عليه باطر سليمه، مؤشرات دوليه ايضا. فمش ممكن تبقى دولة مش عندها القناعة هتقدر تنافس يعني. طبعا كل بقى التحديات دي قادتها الخارجية المصرية صراحة باقتدار، والحمد لله ملفنا نجح الحمد لله. لازم أسأل حضرتك قبل ما أختم معاكي دكتورة مايا، يعني كيف ينظر العالم الآن إلى ملف تمكين المرأة المصرية في مصر؟ الملف الحمد لله جافي، يعني احنا في نقلات كبيرة، نقلات نوعية يعني مش بس بنقدر نقول احنا عندنا يعني اكثر من ربع المقاعد في البرلمان للسيدات، ولا ربع المقاعد الوزاريه للسيدات، ولا التشريعات الكثيره، ولكن العالم بيبص انت رايحه فين كمان، بداتي منين ورايحه فين، فبيقص ملفك بهذه المنظومه. احنا متجهين في اتجاه سليم جدا الحمد لله، في قرارات بتطلع، يعني من احلى القرارات اللي خرجت من يومين السماح او حق المراه في الاعمال، في كل الاعمال ما عدا التعدين، لو في قلب التعدين او في المناجم تحت الارض، ولكن في الشركات اللي بتشتغل في هذه الاماكن تشتغل. 32 مكان ما كانش ممكن تخشهم السيدات في نطاق العمل، ما كانش ما نقدرش نخش مجلس الدوله ولا النيابه العامه، والحمد لله دلوقتي الملف مفتوح وفي تحرك في المستقبل. الدول العالم بتبص انت ماشيه في الطريق الصحيح ولا في عقوبات او ما فيش اراده سياسيه تحرك لك الملف ده. قناعه المجموعات النسويه والسيدات كلنا بيبقى عندنا احلام كثيره قوي قوي قوي، انما بنشوف نتحرك متحركين ولا واقفين مكاننا، مش عندنا احلام للمستقبل. احنا عندنا استراتيجيه تمكين المراه 2030 ليها مؤشرات واضحه جدا، 2030 نتحاسب على هذه المؤشرات على مستوى العالم كمان. فهو بيتبص علينا من هذا المنظور، عندك اراده سياسيه، برنامج بيمشي بتقدم، المراه بتاخد مواقع، تاخد قرار في اماكن عديده، ما فيش مجالات بتقفل على المراه وما بنقولش ان المراه تشتغل فيها. الملف التشريعي والتشريعات الحمد لله بنتحرك الى الامام ايضا. إنجازات عديدة ومتعددة حصلت عليها المرأة المصرية في السنوات الماضية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على هذه المداخلة وهذا الانتصار الجديد لمصر والمقعد في لجنة وضعية المرأة للأعوام 2022 وحتى 2026، والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للأعوام 2022 وحتى 2025.